أنا عندي هدية ليك ولك. إحنا الأشخاص اللي نضعف عن قيام الليل وعن عبادات الصعبة هذه، خذ الحديث هذا. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، يعني قيام الليل، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. أكثر ما يجلب الحسنات الذكر. إذا قلت مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده مداد كلماته، شفت الكلمة؟ يوضع في ميزان أعمالك وزن عرش الرحمن حسنا. كم وزن عرش الرحمن؟ مداد كلمات الله حسنات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكم هم عدد خلق الله؟ من يحصيه؟ من يستطيع أن يحصي البشر والجن والسمك والطير والدود؟ كل عددهم تأخذ حسنات بإذن بالله. ماذا قلنا؟ هذا الذكر المضاعف. اللسان هذا شغل، شغله في الطاعة في الذكر وأبشر بالخير. أسأل الله أحبابي أن يعيننا على طاعته ومرضاته.